للهاتف مع ضيفي الكريم والسيد بنيامين المختص في المطابقة أو الهندسة المالية والعقارية. أهلا بك سيدي، مرحبا بك. أهلا بك سي بلال، وأهلا بمتابعي قناة النهار. أهلا بك. إذن لما نتحدث على إشكالية تقاعس المسؤولين في تنفيذ المشاريع المحلية، لطالما بان أو ظهر ذلك العيب الذي يسود على المستوى المحلي في جانب التنموي، ألا وهو المشاكل الإدارية والعوائق الإدارية والبيروقراطية التي حالت دون تنفيذ هذه المشاريع من مدارس ومرافق عمومية وغيرها من المشاريع التي اليوم نراها تتخبط نتيجة تقاعس للمسؤولين. فلماذا هذا التقاعس بالرغم من تطمينات رئيس الجمهورية لهؤلاء المسؤولين خاصة الولاة منهم في فتح هامش التنمية على المستوى المحلي؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، أنطلق من نقطة وكنت قلتها من قبل، أنه أهل التنمية المحلية من الوالي ورؤساء البلدية وغيرها من المسؤولين على المستوى المحلي، لكن هذو يعتبرون عين الدولة على المستوى المحلي. رئيس الجمهورية غير ممكن باش يشوف في أي دولة، غير ممكن باش يشوف بلدية ولا إلا إذا تنقل ليها خصيصا بمناسبة زيارة معينة. هذه النقطة الأولى. إذا لفت أنه الوالي وغيره من رفقائه والمشاركين على المستوى المحلي هم عين الدولة، وبالتالي أقل شيء لازم نعرفوا علاش هذه المشاريع تعطلت. أنا نقول بأنه التنمية هي اللي تغير الرجال، ولا الرجال هما اللي يديروا التنمية. لكن إلى الرجال ما داروش التنمية، ثم الرجال التنمية تحذفهم إلى حبينا نمشيوا فيها. هنا على ذكرت هذه المعادلة سي بلال، حتى لا نظلم أحد، أول مسؤول على التنمية هو رئيس الجمهورية، ومن بعد يجوا الوزير الأول والوزراء حتى تلحق لأهل التنمية الوالي ومن معاه. لكن إلى المشاريع التنمية تجاوزت الرجال في الجزائر ما لازمش تحبس. ولهذا لما نتسائلوا باش نرد لك على سؤالك بدقة، لماذا هذا التقاعس؟ التقاعس هذا كان له حالتين، يا إما هذا الناس مش قادرين يمشيوا هذا التنمية، يا إما كاين عائق واحد آخر لا يعلمه أحد. لكن المهم عائق واحد آخر لا يعلمه أحد، اللي عنده المعلومة رئيس الجمهورية ووزير الحكومة والوزراء والولات، وقروا أنه تغير أشخاص باش نسيروا في التنمية. نظن أنه إذا كان المؤشر ولا الهدف هو التنمية، لكن يجب أن نضبط أمر مهم جدا. تغيير الأشخاص مهم جدا إلى الأشخاص الجدد يمشوا في التنمية، لكن نصفي فقط ما هي الأسباب الحقيقية حتى يمكن تغيير، لكن حتى لا نحصرها في أشخاص. لكن في نفس الوقت الشيء اللي رانا نشوفه فيه أنه كاين أشخاص اللي مش قادرين يسيروا دورة التنمية هذه. بمعنى أنه اليوم هو مشكل تسيير وليس مشكل آخر، لا مادي ولا إداري. لكن السؤال المطروح فيما كنا نتحدث، احتمال يكون مادي، لكن الشكل الجانب المادي يمكن حله بسهولة، لأنه اليوم في بنوك ترافق لهذه المشاريع. لكن دائما ما كنا نطرح ونتحدث دائما فيما يخص التسارع الاقتصادي وأيضا الإنتاج الخام المحلي من أجل الانضمام إلى كبرى المنظمات العالمية وعلى شاكلة البريكس. كيف يمكن ذلك في ظل تنمية محلية هشة؟ شوف والله غير سي بلال، النقطة اللي قلتها راح ناخذها قاعدة ونطبقها على المستوى الوطني. أنا نظن وقلناها من قبل، أنا أحترم رئيس الجمهورية ووزير الحكومة والوزراء وكلهم اللي يقوموا بالتعيينات، وكله راح يقوم بمهامه. لكن نظن يجب أن نجوزوا واحد المرحلة، وكنت قلتها السيرة الذاتية تاع الشخص اللي يتعين تما، لأنه الجزائر في المرحلة الحالية تحتاج إلى خيارها من الكفاءات. وبالتالي لما يقولوا لي عيننا فلان، حطوا لنا السيره الذاتيه تاعو، هل هذا الفلان عنده تجربه وبين وبرهن؟ احنا نحوسوا على اللي بين وبرهن باللي يقدر يسير هذا. لكن باش كل مره نجيبوا شخص ومن بعد نكتشفوا انه غير قادر، العمليه لازم نقوموا بها. لكن لما العمليه تتكرر، هنا نبقاو في نفس الصيروره، لكن برك نضبطوا الامور ونضبط كافه المعايير. لانه كما قلت سي بلال، غير ممكن للجزائر باش تمر الى كبريات الدول
إلى ما مرت بخيار وكبار رجالاتها في هذه البلاد. البلاد ما تحتاج إلى 43 مليون باش تمشي. البلاد تحتاج إلى أحسن رجال وأحسن كفاءات في هذه البلاد باش تمشي. ما هي المعايير باش نضبطوا؟ عبك شوف كاين لي شاسور دو تيت، راح نقولها اون فرونسي، لي شاسور دو تيت في العالم. انا نقول اطالب لي شاسور دو تيت في الجيري، لي شاسور دو تيت في مختلف التخصصات ونحطوهم يسيروا تسيير هذه المشاريع. وباش تمشي في كبريات الدول والتكنولوجيا المتوفره لازم تجيب ناس ذات كفاءه عاليه وعلم كبير دقيق. من بعد إذا ما كانت أموال، هذا الناس لما تكون عندها كفاءة يعرفوا كيفاش يطرحوا الحلول ويطرحوا الأدوات باش يبينوا للمسؤول الأول سواء كان رئيس جمهورية ولا وزير أول ولا وزير، يبينوا له ما هي ما هو مسار الحل. صح، إلا تجيب واحد يرفع لك الإشكالات اللي جاي من تحت وما يطلع لكش مع حلول، هذا الشخص طيب. لا هذا الشخص لا يناقشه عقل، هذا لازم يتنحى، لأنه أنا نطالب بالشخص اللي يرفع لي المشاكل ويرفع لي معها الاقتراحات. شكرا جزيلا لك يا سيد عبد الرحمن بن يمينة، مختص في العقار والهندسة المالية، كنت معي عبر الهاتف. فاصل إشهاري متابعينا الكريم، ونعود الإخباري حول التنمية المحلية وتقاعس للمسؤولين المحليين. يلتحق بي عبر الهاتف الأستاذ هواري تيغرسي، أستاذ في الاقتصاد. أهلا بك سيدي، مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيكم. ضبابية في واقع التنمية المحلية في الجزائر أستاذ تغرسي، بسبب تقاعس المسؤولين المحليين وبالرغم من تطمينات رئيس الجمهورية وفتح مجال الاستثمار وروح المبادرة من أجل تنمية محلية وأيضا خلق للثروة على المستوى المحلي، إلا أن هناك تقاعس بالنسبة للمسؤولين على مستوى ولاياتهم. فهل الجزائر اليوم تعيش أزمة رجال؟ لا طبعا، كلمة كبيرة. تعيش طبعا إشكالية التسيير على المستوى المحلي. إشكالية التسيير مرتبطة بمنظومة قانونية ومرتبطة بكذلك خلينا نقول قوانين في بعض الحالات بالية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. ولكن حتى بالنسبة لدور العنصر البشري مهم جدا، لأنه خلينا نبدأ بنقطة مهمة جدا في قضية المنتخب. كيف يمكن اختيار المنتخب؟ هل هو المنتخب أهل لطبعا ترأس المجالس المحلية؟ هل الاختيار يتم على أسس منطقي؟ هل الأحزاب سياسية في المستوى؟ هل القوانين الجزائرية تعطي أكثر حرية بالنسبة لعملية الاستثمار؟ نظن كل هذا مهم جدا. البداية طبعا لأنه شاهدنا عزوف، خلينا نقول بكل صراحة، عزوف للكفاءات الوطنية للترشح للجماعات المحلية، لأنه نقص الصلاحيات في كثير من الحالات ونقص طبعا المبادرة وحتى التحفيزات بالنسبة لقضية المنتخب. وحتى هناك كثير من القوانين، نظن أنه البرلمان عالج مشكور عالج كثير من القوانين. الآن ننتظر في قانون البلدية والولاية، وننتظر في قوانين مهمة جدا من بينها مثلا قضية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. نظن من شأن أنه لما نحكي على بلدية في المستوى بلدية طبعا نحكي على قضية الجباية المحلية. وطبعا حتى بالنسبة لي طريقة تسيير سيد تيغرسي، ربما نتحدث على التسيير، فهل يجب اليوم تغيير طريقة تعيين المسؤولين على المستوى المحلي من المستوى الدراسي والعديد منهم من خريجي المدارس العليا للإدارة والتحول إلى مبدأ الكفاءة اليوم؟ لأنه لا نعمم، لكن في عدد من المسؤولين من خريجي المدارس العليا للإدارة عجزوا في عملية التسيير. والله شو نعطيك مثال فقط بسيط، لما تشوف قانون المالية مثلا 2024 يتحدث على رقم كبير جدا اللي هو 500 مليار طبعا دينار فقط في إعادة تقييم المشاريع، معناته هناك كثرة تقريبا 5 ملايير دولار إعادة تقييم بالنسبة للمشاريع، لأنه المشاريع لم تنجز في أرض الواقع. نقص طبعا في طريقة التسيير، نقص في الكفاءة الموجودة، وحتى أنه الصلاحيات يجب طبعا إيجاد خريطة وإيجاد استراتيجية لقضية الصلاحيات. ما دور طبعا المنتخب هنا؟ نحكي على طبعا دور المنتخب ودور حتى الإدارات المحلية سواء بالنسبة للمدراء الموجودة على مستوى الولاية. لأنه نعطيك مثال فقط بسيط،
هذه يمكن انه تفعيل هذا وانجاز المشاريع. مثلا مشاريع بالنسبه للطرقات تجي في شهر سبتمبر، تجي في شهر اكتوبر، تجي في شهر نوفمبر، وتفعل هذه المشاريع رغم انه الجو لا يلائم بالنسبه لانجاز المشروع، بالنسبه لقضيه التزفيت، بالنسبه لكثير من المشاريع. نظن انه يجب طبعا معالجه حقيقيه للوضع من خلال هذه القوانين. قلنا بالنسبه لقضيه المنتخب اللي من غير المعقول انه منتخب امي يراس بلديه، من غير المعقول، لانه اليوم رانا في الجزائر طبعا 2023 2024 عندنا كفاءات وطنيه بنفس الطريقه، حددنا نسبه معينه بالنسبه لكفاءات الموجوده بالنسبه للبرلمان وطبعا الجماعات المحليه، يجب ان يكون رئيس البلديه في مستوى كذا وكذا، هذا مهم جدا. ولكن بالمقابل يجب تحفيز كذلك رئيس البلدية، يجب طبعا إعطاء حرية أكثر للبلدية، يجب إعطاء حرية أكثر لدور المجتمع المدني لإيجاد منظومة فلسفية لتفعيل طبعا هذه المشاريع والتفكير حتى بالنسبة للمشاريع. المجتمع المدني اليوم تبني لي في الحي تاعي بالك مشروع، أنا مش موافق في المشروع هذا، ولكن هل لقدرة المجتمع المدني للرد ولا حتى للاحتجاج هذا المشروع؟ طبعا لا. هذه وحتى بالنسبة لي هنا خلينا نقول لك نقطة مهمة جدا، قضية رؤساء الدوائر اللي موجودة على المستوى المحلي، خلينا نقول لك عمل بيروقراطي كبير يقوم به هذا رؤساء الدوائر، ينبغي إصلاح المنظومة القانونية لكل طبعا، هل رئيس البلدية ما هي صلاحية رئيس البلدية؟ وطبعا لانه سيطره للمنظومه الاداريه على المنظومه الانتخابيه، معناتها انه المنتخب مسيطر من طرف رئيس الدائره على المستوى المحلي. هل المجلس الشعبي الولائي اللي هو هيئه التفكير وهيئه التفعيل للمشاريع في كثير من الولايات، تقريبا 50 عضو مجلس شعبي ولائي، ولكن هل الصلاحيه تاعه مفعله؟ لا. صلاحيه طيب في هذه النقطه بالذات سيدي غزي مغيب مقارنه بالوالي، معليش لما نتحدث على دور رئيس البلديه وايضا رئيس الدائره اضافه الى الوالي، تنحصر كلها في خدمه المواطن بدرجه اولى وتمرير هذه المشاريع التنمويه واعطائها صفه الاولويه في الاخير لانها تخدم مصلحه يجب المواطن. لكن في سؤال مطروح، يجب ان تكون عمليه تشاركيه بين المنتخب بين المجالس الشعبيه البلديه والولائيه بطبيعه الحال. لكن السؤال المطروح اليوم بعد انهاء او الاطاحه بعدد من المسؤولين، وشفناها يوم امس بقرار رئاسي، شاهدنا انه السبب الاول هو عرقله التنميه المحليه، يعني هناك الجانب المادي متوفر والمشروع موجود لكن هناك عرقلة في تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. هنا يطرح أكثر من تساؤل حول دور هؤلاء المسؤولين على رأس هذه المسؤولية. نجاوبك بسؤال آخر، هل يعقل أنه عندنا أكثر من 1300 بلدية عاجزة رغم الإمكانيات الموجودة بالنسبة للجزائر؟ ولايات طبعا شاطئية عاجزة، ولايات خلابة من الثروة اللي موجودة عندها، مثلا ولاية بلدية شريعة في البوليدة عاجزة، معناتها هناك بلديات عندها إمكانيات، عندها مقومات لخلق الثروة، ويمكن أن تحدث طبعا ثورة في المنطقة تاعها. ولكن يجب معالجة المنظومة بإصلاح لكل ما يتعلق بالصلاحيات، لازم نعطي أكثر بالنسبة للمنتخب، لأنه المنتخب يخير على أساس قضية الإبداع، قضية التفكير، قضية الاستشارة بالنسبة للمجتمع المدني. أما رئيس الدائرة مثلا هو إداري فقط، يعين لمرافقة البلدية في إنجاز هذا المشروع ومتابعة وما يمكن أنه الرقابة المباشرة بالنسبة لرئيس البلدية. مفروض يكون عمله مرافق للبلدية بصلاحية طبعا واسعة. اليوم يوزع السكن، رئيس البلدية غايب على السكن من غير المعقول. أنا أعطيك بلدية من البلدية الآن موجودة في ولاية البليدة، وزع السكن، رئيس البلدية والمجلس الشعبي مغيب تقريبا تماما إلا رئيس الدار اللي موجود، وبالتالي يلزم نفعل المراحل القادمه من خلال هذا القانون اللي نرتقب المراحل القادمه تقديمه الى البرلمان، ان يعطى دور مهم جدا للجماعات المحليه وخاصه الجماعات المنتخبين المحليين على مستوى البلديه والولايه، لانه مهما يكون الاداري اللي موجود طبعا عقليه بيروقراطيه موجوده، الحمد لله السيد رئيس الجمهوريه عنده
كفاءات وعنده حلول وعنده بمنظور استراتيجي، ولكن تفعيله في أرض الواقع. أنا نعطيك مثال، لما تجي مشروع استراتيجي مهم جدا في ولاية تقول له هذا المشروع راح يوفر لك 5000 منصب عمل، هذا المشروع راح يعطي لك قيمة تقريبا 500 مليون دولار، هذا المشروع، ولكن رئيس المنطقة أو عفوا الوالي غير معني بقضية خلق طبعا هذه المناصب. جميل. خلق الثروة اللي يهمه في الجانب هذا كيف يمكن تمثيل الإداري. لا أنا لا عندي مشكل إداري فيما يخص تسوية مشكل أو مشروع بالفعل. نعم. نرفع للرئاسة هذا طيب. المشروع هذا هو المهم تاعنا. صحيح. اليوم اليوم هناك بعض الولاد اللي نعطي لهم تحيه كبيره لانه قاموا بانجازات كبيره، من بينها مثلا الوالي الجديد بالنسبه لي باللي ده مثلا. نعم. قام بحركيه فيما يخص، نعطيك مثال، هل يعقل انه 5 سنوات يوزع سكن؟ نعم. سكن لا يوزع لمده 5 سنوات، اين حضور الوالي؟ جميل، شكرا. 5 سنوات لم يوزعوا السكن، هذه اشكاليه موجوده، وبالتالي انه ضروره انه قرارات رئيس الجمهوريه مهمه جدا فيما يخص كل طبعا المسؤولين المتقاعسين. نعم. على انجازات هذه المشاريع على المستوى المحلي. شكرا. المحلي هو اللي يخلق الثروه مش فقط المشاريع الكبرى. صحيح. شكرا جزيلا لك استاذ هواري تغرسي على مشاركتك معنا في هذا الملف للنقاش، جزيل الشكر لك. تابعينا